عارف. لا الموضوع مش كده خالص. كل اللي احنا بنقوله ان في بعض الاحيان لما بيهدد المجتمع خطر وجودي، لو معدل التدين فيه اكس بيبقى فليكس اكس بلس 1 بيبقى اكس بلس 2، واصلا ده حاجه كويسه يعني، ده بيديله ميزه اضافيه لمواجهه هذا الخطر، يعني ان الدين حاجه كويسه فبيكبش منه بزياده علشان يقدر يحافظ على وجوده. بس ده كل اللي بنقوله، ما بنقولش ان انا بقى يعني ايه لازم ادي شويه فقر علشان الناس تتدين، لا القصه مش كده. فاتمنى اكون وضحت لك يعني الـ النقط اللي انت قلتها وفكينا بعض الاشكاليات فيها يعني. طيب عشان برضو الناس ما تزهقش، انا بحب ريتشارد سوسس، تمام، وكنت وهو مستشهد بيحب والله لسه كنت مستشهد ببيبر لي، يعني انا مش بغلط الراجل اصلا، مش عارف يعني عشان ما نقعدش نلف في دوائر والناس تزهق، لو حد عايز يتدخل في النقاش ما كفايه يعني، خدنا من وقت الناس كتير. اعتقد ان انا لو اتكلمت هقول نفس الكلام تاني. انا حاسس ان مداخلتك الاخيره بالمناسبه كانت كلها رجل قش، انا ما شتمتش في سوسس ولا في البيبرز ولا في اي حاجه، انا بطلع على الكلام ده كله، بس كل الفكره ان الواحد بيبص من كل الاتجاهات عشان يشوف الحقيقه فين. بالنسبه للدليل الاركيولوجي على قصه نوح، انا مش بقول انها حقيقه او مش حقيقه، انا بقول المسلمين بيتعاملوا معاها ازاي، دي نقطه انت ما ردتش عليها. انا مش قصتي ان نوح قصه حقيقيه او لا، قصتي هل المسلم زي ما سوسس بيقول بيتعامل مع قصه نوح على انها قصه رمزيه؟ ده السؤال. اسال كل المسلمين، طلع لي كام في الميه من المسلمين هيقولوا اه دي قصه رمزيه. لو المسلمين على ارض الواقع مش مؤمنين بكلام سوسس، خلاص يبقى هنصدق مين؟ هنصدق سوسس ولا هنصدق المسلمين؟ ده كل اللي انا عايز اقوله. مش معنى كده ان سوسس كل ورقه نرميه وان ده راجل هجاص، لا ده راجل باحث ليه قيمته والكلام اللي بيعمله احنا لازم نطلع عليه، وده كلام مفروغ منه. بس هل احنا لازم نمضي له على بياض في كل حاجه بيقولها؟ دي اللقطه. العلم مش قائم على كده، احنا بنخطئ الناس، بنشوف ايه المشكله ممكن في ميثودولوجي معينه وهكذا. بس انا بتكلم في نقطه العلم. انا حاسس برضو انت في نقطه اخيره انت ما وضحتهاش، ازاي ممكن نعمل انكوربريشن للعلم مع الدين مع بعض؟ لان انا لو جالي طرح فعلا مثير عقليا لده احط ايدي في ايدك وهطبقه معاك. لو عندك حل فعلا لتطبيق العلم مع الدين، تقنع الناس ان هم يبقوا متدينين بنفس الدرجه اللي عليها دول فقيره، يعني توصل درجه التدين في الدول الغنيه لنفس الدرجه، انا هطبقها قبلك، مش هستناك حتى تيجي. بس خصوصا بس ما فيش اي نقطه انا حابب اقولها، انا يعني اعتقد دي هتبقى اخر مداخله ليا عشان مضطر امشي للاسف. بس كالعاده النقاش معاك ممتع جدا، بحب اتكلم معاك جدا جدا جدا، ايا كان اختلفنا اتفقنا، انا يعني فعلا اروع الشخصيات اتكلمت معاهم في اي، خصوصا في الموضوع العقائدي ده. اتمنى انه يتجدد النقاش، اعتقد ان انا بينت للناس ان انا في حاجات كتير بعيد التفكير فيها. اتمنى ان انا اكون سبت اي حاجه النهارده لاي حد يفكر فيها، ويبقى النقاش مفتوح ويتجدد النقاش في رومات جديده يعني. شكرا. شكرا ليك يا جاك. وطبعا احنا في الاخر مش هدفنا ان حد فينا يعني يخصب التاني ان هو يبقى صح وغلط، احنا بنتبادل الافكار، وده احسن افضل نقاش اللي يبقى فيه ان احنا بنتبادل الافكار مش داخلين صراع ديوك. وانا اوريدي اعتزلت نقاش صراع ديوك، وهو بعض الناس اللي الواحد بيجد منهم نقاش مفيد زيك، زي ممكن عمر ابن العاص بتاع اللي هو يعني بنلاقي النقاش مفيد يعني. واتمنى يبقى الرومات بتاعتي الكواليتي بتاعك يعني، اتمنى ده يبقى موجود كتير يعني. ردا برضو على اللي انت بتقوله، ما بقولش ان انت بتشتم في سوسس، انا ما قلتش كده، بس انا بقول لك ان انت بتقول ان اصل سوسس مش دريان بالواقع او كده، فبقول لك لا، هو انا ماليش دعوه بسوسس، انا ماليش دعوه هو مين، او ماليش دعوه حتى انت بتحبه او ما بتحبوش، انا ماليش علاقه بالراجل، انا مجرد بقول الدراسه اللي عملها ريشا سوسس، لو شلت سوسس وكان جاك اللي عملها برضو هقول لا، في الاخر ال- 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 القيمه في الدراسه مش في الشخص، احنا مجرد بس بنذكره كريفرنس ان ده اللي عملها. بس عشان اقول لك هتقولي انهي دراسه، فبقول لك بتاعه سوسس بتاعه 2003، لكن لو شلت اسم سوسس خالص وحطيت اسم اي حد تاني هتفضل هي الدراسه، ويفضل فيها الدليل، ويفضل النتائج واحده. يعني لو عايزين نخطاها نحتاج نخطط الدراسه نفسها. والسؤال اللي انت بتتكلم عنه مش في دراسه سوسس، في الدراسه التانية اللي هي كان فيها 8 باحثين، ودي ما لهاش علاقه بريتشارد سوسس خالص، دي دراسه تانية خالص. فده مبدئيا، فلو قلنا ان الدراسه التانية غلط ودراسه سوسس غلط اوكي، انا بقول لك انا يعني مش هصادر عليك واقول لك ما تقولش كذا، بس بنقول المنهجيه العلميه وصلتنا نتائج الفلانيه، وفي منهجيه تانية انا جبت ورقه بقى مع نفسي وقلت الكلام ده غلط برضه وصلنا نتائج تانية، ممكن يبقى كلامك صح، لا بس ما مشيش بالمنهجيه العلميه واتبعت ل ساينتفك جورنالز وتراجع وبتاع واتنشر وخد البروسيس بتاعه. ده اللي بنقوله، هل بالضروره كلامك غلط وكلامهم هما صح؟ لا، بس ما خدش البروسيس بتاعه. بس مساله قصه نوح والحقيقه والمجاز وكده، مبدئيا ريتشارد سوسس لما بيتكلم على الجمل هو بيتكلم على فكره، هو اللي بيتكلم على الاديان عامه، ده مبدئيا.
ده حاجه يعني هو بيتكلم في سياق معين وبيتكلم على فكره القصص عامه، هو مش يعني فكره القصص الدينية او الحكايات الدينيه او يعني ايه الامور الرمزيه الدينيه، يعني ان الجمل دي مش شرط تاخدها از فاكس كده او از حقائق بتتقال لك بالضروره، لا هي ممكن بتتاخد في السياق بتاعها. هنا دي بقى في السياق بتاعها، السياق بتاعها ده قد يكون مجازي في بعض الاديان، اوكي ده حاجه. السياق بتاعها قد يكون في بعض الاحيان هو حقيقه ولكن ما فيش اوردر معين، يعني انا قصه نوح موجوده او مش موجوده، سيدنا نوح موجود او مش موجود، يعني هل ربنا بيقوله للعبره ولا للتعظ منه؟ طب هو حصل اصلا او ما حصلش فعليا؟ ده مش هيؤثر في حاجه لان هي قصه نوح مذكوره للتعظ منها اصلا، يعني احنا ما فيش حاجه بناء عليها مثلا هيتغير حاجه في حياتنا لو لا والله سيدنا نوح ده ما كانش موجود بس ربنا قال لنا القصه دي رمزيه لمعنى معين، مش اي حاجه تغير في الاخر، هو في معنى مطلوب منها بغض النظر هو موجود او مش موجود. فهو المؤمن لما بيقول لك، وده اللي انا بقوله لك، لما بيقول لك لا هو موجود حقيقه، هو كان موجود حقيقه، هو بيقول لك ده بدليل ان الكلام ده من عند اله والاله قال ده، ده كل الفكره. فده اللي انا كنت بقوله لك، مش بقول لك لازم المؤمن يشوف ان ده مجازي، لا انا مش بقول لك كده، انا بقول لك ان هو عنده دليل ان ده حصل. لكن كلام ريتشارد سوسن بقول لك ان المسلم او سوري مش المسلم، المؤمن او المتدين بياخد الجمل دي في السياق بتاعها في السياق الديني بتاعها، ما بيعتبرهاش ان هي جمل علميه، يعني ما بياخدش الجمل اللي ليها علاقه بالعلم وبتاع باعتبار ان هي جمل علميه، بياخدها في السياق الديني بتاعها. ده حاجه، وزي ما بقول لك ودراسات كتير بحثت الموضوع ده ولقيت فعلا ده. هل في مسلمين كتير ما بيعملوش ده؟ في مسلمين كتير جدا ما بيعملوش ده، في مسلمين كتير جدا بيعادوا نظرية التطور. انا معاك، هل ده صح؟ انا بقول لك لا مش صح، ده غلط. طب ليه غلط؟ اقدر اشرح ده سياق معرفي وده سياق معرفي، وهشرح ده في فيديو طويل قوي لان اتكلمت فيه كتير ازاي الواحد يكون مقتنع بنظرية التطور وفي نفس الوقت مقتنع ان ربنا خلق ادم دفع واحد، ازاي يكون مقتنع بالاثنين؟ نقدر نوضح ده بمنتهى البساطه. مساله العلم والدين انا اظن برضو جاوبتك عليها، ان احنا نقدر نجمع بين الاثنين لان العلم هو بيفسر الظواهر الطبيعيه اللي عنده من خلال اسباب طبيعيه، ما عندوش حاجه اسمها اسباب خارج العالم الطبيعي دخلت، لان لو فتحنا الباب ده كل واحد هيدخل الاله بتاعه جوه المعمل ويقول لك بس الاله بتاعي هو اللي ظبط الحته دي والدنيا هتبوظ مننا. وان كان وهو العلم بيقول لك كده، ممكن فعلا يكون في اله وممكن فعلا يكون اتدخل وعمل الشيء الفلاني ده، بس انا عشان اعصر قوانين الطبيعه واطلع اكبر قدر من القوانين لازم احط الافتراض ده، لازم اسيوم واحط الاسامشن ده في البدايه ان مفيش تدخل خارجي واشتغل على اساس ده، ويبقى اللاست ريزورت بقى بتاعي ان والله في اله ما زبط الزبطه هنا ولا صلح الحته هنا ولا عمل الحته دي، لما افني وافني كل عمري في التفكير في حل المعضلات اللي عندي الاسباب طبيعيه وما لقلهاش اي اسباب طبيعيه ابقى احط ده بقى اخر احتمال. بس ده بمنتهى البساطه. فالعلم داخل في سياق، فالعلم ليه سياقه والدين ليه سياق تاني خالص بقى، بيقول لك لا في تدخلات من فوق بتحصل وفي كذا وفي دنيا وليله تانيه خالص. فده سياق وده سياق معرفي. ما فيش اي مشكله ان انت تناقش النتائج بتاع ده وتناقش النتائج بتاع ده، بس تاخد بالك ده خارج من انهي assumptions، ده خارج من انهي presuppositions او الافتراضات اللي بدأ عليها، يعني المسلبات اللي اسس عليها المنهج بتاعه، وده طالع من انهي presuppositions. بس ده اللي انا بقوله لك. فهل في طريقه؟ في طريقه من خلال ان احنا نعرف ايه هو المنهج العلمي شغال ازاي، البروسيس بتاعته ايه، وبالتالي اداني محتوى معين ما اخدش المحتوى كده واجري، اعرف المنهج اشتغل ازاي واعرف برضو دي المنهج بتاعه ايه، فلسفته ايه، دنيته ايه، ادلته ايه، قصته ايه، واشتغل برضو اشوف هل ده ادل، يعني هل الحدث بس واحد بيقول لك انا حدثي بيقول لي ان في اله والاله قال لي كذا، هل الحدث ده مصدر معرفه ولا مش مصدر معرفه؟ خد بالك في لا دينيين باحثين فلاسفه لا دينيين بيعتبروا الحدث مصدر معرفه اصلا، الاحساس بتاعه كده، الشعور، الوجدان بتاعه، بغض النظر بقى مش لازم يقول له ان في اله بس الوجدان بتاعه قال له ان في كذا وبيمشي وراه. فده نقاش، يعني ده نقاش فلسفي في السياق بتاعه تاخده وده في السياق بتاعه تاخده، هتلاقي الدنيا هاديه وظريفه. هل غالبيه الناس فاهمه ده؟ لا، يلا بينا ايدي في ايدك ونعلم الناس ده ونفهم الناس ده ونحاول ننشر ده، يعني لو عايز طريق ما نفهم الناس ده ونفك الاشكالات دي ونفك الدنيا دي من بعضها لبعض علشان ما يحصلش الخلطه دي. يعني فكره ان احنا نقول ان ما فيش حد هيخطئ في مكان ما او مش هتكون في وقت من الاوقات الغالبيه بتخطئ، ده انا مش مش
يعني ما ينفعش اقول الكلام ده، ممكن نلاقي الغالبيه بتخطئ اه، لكن هم لم يخطئوا بسبب امر ذاتي جوه الدين، ان الدين مش هينفع يمرج او مش هينفع نتناوله في سياق معرفي متسق مع العلم. لا، هو ما حدش شرح له ان ده ليه سياق معرفي معين وده ليه سياق معرفي معين، والتعارض اللي مهيئ ليك واللي انت بتستراجل علشان تخرج منه هو تعارض بس وهمي، لان انت مش عارف السياق اللي جاي من ده ايه والسياق من ده ايه، بس نقص معرفة مش ان المعرفة ذاتها متناقضة. اتمنى اكون وضحت لك. تمام كريم حبيب. ماشي شكرا يا جاك. يوسف معنا؟ يوسف خلاص سيف اتفضل. مساء الخير، السلام عليكم جميعا. انا هتكلم بالجزائري شويه فرنساوي والعربيه الفصحى، باللغه العربيه الفصحى، في اطار الجهد هذا الجهد التوفيق بين الطروحات راح اعرض رؤيتي لتطور الدين والى سا كاباسيتي از كومبلكس ادابتيف سيستم. بالرغم من تغير الأرضية المعرفية الاقتصادية المحيط، وراح أخذ المثال الإسلامي مثلا، الإسلام الأول النبوي لما كان يسأل الواحد عن الله إيمان العجائز وتقول لك أين الله، يقول لك في السماء. هذا الإسلام لما خرج، يعني المسلم الأول اللي هو مقدس الآن يسمى صحابي، والدم عند النبي آية واحدة من هذا المصدر النوراني مثلا، كيفاش تعقد، كيف تعقد وتطور عبر الزمن لما احتكوا بالمنطق. يعني هذا الأمر اللي أنا نحكي عليه اليوم صار، هذا التغير اللي واقع علينا اليوم في العصر هذا حدث قديما، اختلطوا وجابوا المنطق الأرسطي واختلطوا بالهنود والإغريق وبالأعاجم، واش أنتج، كيف تطور هذا الدين البسيط وكيف تعقد. جاك واحد كيما الشافعي وأنتج لك وكأنه خوارزمية، ألغوريتم، ميكانيزمات، بروسيس، أصول فقه، فقه معاملات، بيوع، كيفاش من المقايضة تطيح في بيوع بأنواعها بتعقيداتها بقوانين، وكأنه نظام تقنيني، يعني نظام قضائي لهذاك الوقت تطور. في حين كانوا الناس المجددين تاع الوقت هذاك اللي استعملوا العقل والعلوم الإنسانية تاع وقتهم، يعني اللي تغيرت أرضيتهم المعرفة، بالنسبة للمحافظين تاعهم كفروا كلهم ملحدين. يعني كلمة الملحد هذا ما خرجتش اليوم، كانت تطلق على ابن سينا والفارابي وكل علماء هذو. لكن اليوم نفس المسلم اللي هو تلقاه محافظ، يعني راه متزمت بسبب صدمة الحداثة اللي وقعت، اللي تعرضت لها للخلافة ولا كاع البقعة هذه، الرقعة الجغرافية اللي عندها هذه الخاصية، ولا يفتخر يقول لك في مواجهة المال، لأنه في دينايل، في مرحلة الإنكار، في فاز الديني، راو يقول لك ملكنا الدنيا قرونا وكان عندنا علماء وطورنا ودرنا. يعني الكافر تاع أمس، الملحد تاع الأمس، ولا مسلم تاع اليوم، اللفظ هذا تاع مسلم شمله، وكأنه الفيروس تاع البارح انتقرا هذا الجسم المعقد ورجعوا وسيلة دفاع يدافع بها على الخطر الجديد اللي هو الآن حدث، والعلم أو ما يسمى به الأرضية المعرفية جديدة، يعني للناس تشوف فيها تعارض. هذا التوفيق وقع ديجا، وهذا راح يحصل، يعني راه يتواصل. نشوف الطائفة الآن تاع القرآنيين اللي تحاول تجيب فهوم جديدة، تفسيرات جديدة تتوافق، يعني الكوديكولوجيا تستعمل، الأركيولوجيا تستعمل، كثير من الوسائل الحديثة من أجل التوفيق ومواكبة هذا العصر هذا. يعني أنا نشوف للتطور سنة سارية، سواء على الأديان مش فقط على البشر، ولكن كذلك على الكلمات، على الأفكار. القوة اللي نشوفها في اللغة، في مشكل اللغة ولا في خاصية اللغة، في لفظ المسلم مثلا كي تشوفه في القرآن تلقاه يروح من وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا وكرها، يعني عندك لي دوشوا، حتى كره أن تقدر تكون مسلم، يقدر يشملك الكلمة هذه، تقدر تشملك، إلى توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شو سيمين فاز فينال، أما يعني مرحلة نهائية خاتمية، ما راهيش مرحلة آنية شو تتلبسك كي تزيد، يعني لما تولد تولد بها وتلتصق فيك وخلاص، يعني خلاص أنت ضامن الجنة وسيبه. في حين هذه الكلمة المطاطة المعنى التاحة اللي راه يقدر يمشي يشمل بزاف أطياف، هذه هي القابلية تاع التطور.
الشكل، المرحلة تاع الشكل اللي رانا فيها الآن، هذا الدوت اللي تلقاه تشوفه في رحلة إبراهيم اللي هو أبو المسلمين، لما كان في مرحلة تحطيم deconstructive phase زعما، تاع لما شاف الأصنام كان عندهم واقع، حطم الأصنام هذيك وانطلق في رحلة الشك. كوكبا قال هذا ربي هذا أكبر، ومن بعد رأى الشمس القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر، ومن بعد راح بيرلابسولي وقال لك وجهت وجهي بعد الشمس، الشمس بازغة فلما أفل، الآية تعرفوها. من بعد راح للشك قال لك وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، خلاص جون في بلو ريدوير، ما راحش نختزل هذا الكل هذا أو الطاقة هذه العظيمة، وراح نريح في هذه الحالة هذيك. المشكل أنه الناس ما تقدرش هذه المرحلة تاع الدوت المتواصل، الشكل المتواصل الإنسان ما يقدرش، وكأنه لازم يختزل، ما يقدرش يحافظ على الطابع الطيفي تاعه، ما يقدرش يريح طيف، شغل كيما لا دواليتي اوند بارتيكول تاع 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 الضوء تاع النور. وهذا هو الطابع النوراني، الطابع النوراني تاعك لما تكون في المرحله الطيفيه هذه وتشوف يعني تستوعب الحقيقه باطيافها، ما تختزلهاش في اشياء. المشكل هو لازم الاختزال، وهذا طابع بشري، يعني اللغه تمشي هكذا، لما واحد يعطيني كلمه في مخيلتي انا تختزل في معنى معين، يمكن يكون سلبي، في مخيلتك انت تقدر تكون معنى تختزل في معنى معين يكون ايجابي. نفس الكلمه الله اكبر في عند المسلمين ولا في اوروبا في الغرب ما عندهاش نفس الوقع، ما عندهاش نفس الصدى يعني. والفكره الاخرى هي تطور الكلمه، يعني الانبياء هذو كانوا هما ما كانوش المحافظين تاع اقوامهم، ولكن كانوا المجددين، سيتي بروغريسيست، كل واحد جاء وبدل غير الواقع تاعو وواصل فيها. عندنا دين واحد اخر قدامنا، الدين اليهودي اللي عنده لو سيكل تاعو يمكن شحال 4000 سنه من الاكزود، من النفي ولا مرحله التيه، كيفاش انتشروا في الارض راح كاع بالصح ري حافظ، وكانه خليه واحده كيما ذا بلوب، وراح انطلق لكاع الحضارات وخلط كاع الاقوام وعانى معهم واحتكوا من داك الطهيد، من داك نجح، من داك حقق اموال. وبعد ما جاء المشروع الصهيوني عاود تركز في هيئه واحده وشوف القوه تاعها، بالرغم من انه الاسهامات العلميه تاع اليهود ما تقدرش تنكرها، سياسيا اقتصاديا علميا وين حبيت، تكنولوجيا راهم في القمه. هذا هو الكومبلكس ادابتيف سيستم. انا اشوف باللي الدين الاسلامي عنده ان بوتنسيال، يعني عنده ان بوتنسيال، عنده امكانيه او قدره على الاحتواء وعلى التطور وعلى التاقلم اوسع من الاديان السابقه، لانه وكان محمد خير ان الريسي يونيفرسال، يعني وكان حكايه الانسانيه، تاريخ انساني من كاع الانبياء من كاع حضاراتها، ما عندهاش، هذه هي العالميه. التمظهرات تاع الفكره هذه في ابهى حلتها، يعني في اخر، يعني في قمه الانتاج البشري تاع هذه المنظومه، كانت فقه المقاصد، الغراء الغائيه، اللي هي عندها خمس كليات: حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، وحفظ النسل. هذه لو تغير لورد دو بريوريتي، يعني التراتبيه تغيرها وتحط مكان الدين الاول، لانه النفس لازم تكون تحيا النفس باش هي تحمل الدين او تعتنقه، ولازم تحيا النفس باش ولازم يكون عندك العقل باش يدرك الدين هذاك، والنفس هي اللي تكسب المال. يعني لو كان تواصلت الحضاره وما انهارتش كانت تطيح في العالميه الحاليه، يعني في لي دروا دلون، في حقوق الانسان. لكن الظروف التاريخيه خلات تصرى الصدمه هذيك، صارت الحروب، والان رانا في مرحله الصدمه. الحلول، هل راح يصرى هذاك الانقطاع ولا راح يقدر يعاود يتضبط؟ هذه بالنسبه للارضيه الإسلامية، ومحاولة من طرح التوفيق بين الاثنين. أنا أشوف التوفيق ممكن حتى في 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 عصر الكم، يعني في التناقضات. أنا نتخيل الناس هذول اللي راهم دوكا بروغريسيست، ماذا لو فيزياء الكم نقضت مبدأ عدم التناقض؟ ما تقدر تقول لك بلي التناقض المبدأ اللي داير المنطق تاعك، اللي كما كانت سطحية الأرض دامت آلاف سنين، 2000 سنة مثلا، ولا كانت قطعيات أو مسلمات، ماذا لو انتقضت؟ كيف راح يكون الوقع تاعك لما تهبل تقول ما كانش تناقض كائن، كيف يجتمع التناقض؟ شوف أن حتى هذا والإسلام يقدر يعني يحمل هذا، لأنه الوصف تاع الله في القرآن هو الجمع بين المتناقضات، هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، شديد العقاب واللطيف الودود. يعني هذا المجانين اليوم يمكن هذا اللي يقبلوا بالأمور هذه ما تكونش عندهم مشكلة أنهم يواكبوا تغير مثل هذا التغير. ما
بس انت قلت جمع بين التناقضات، قول لي شروط التمانية للتناقض بس في المنطقة. لا خلينا بس لا 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 هذا طرح ما 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 انا ما مانيش من المدرسة هذيك الفلسفية او الكلامية، ونعطيك نعطيك طرح. انا استاذنك بس استاذ يوسف حاول توجز، لان انا شخصيا تهت منك، انا مش عارف ارد على ايه ولا ايه ولا ايه، وشخصيا مش فاهم برضو خلاص سؤال فيه. راح اوقف هنا. راح لا براحتك اتكلم براحتك. لا لا خلاص خاصية التطور خاصية التطور هاي وإمكانية التوفيق بين كما اللي صارت يعني في عصور سابقة لما جاءت أدوات جديدة بعلوم المنطق وعلوم الإغريق والهنود، راح تصرع يعني نفسها وراح يتم شيء هذا. لكن الأمر اللي نحتاجه له هو لترافاي دو فولغاريزاسيون، يعني لازم وكأنها تصرع ترجمة بين العالمين، لازم الناس المخضرمة اللي راحت تقوم بهذا الأمر. هذا مكان. طيب معلش خليني برضو أفهم منك أكتر، أنت التطور اللي عايزه في الإسلام يبقى بأني شكل؟ يعني الإسلام المتطور هيبقى شكله إيه؟ هيبقى مختلف عن الإسلام من 1500 سنة؟ هل الإسلام عنده صورة واحدة منذ 1500 سنة؟ هل تساؤل يعني قلت الإسلام الإسلام اللي كان موجود وقت النبي لحد ما توفى، وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتبرني من أول المسلمين. أيوة. التقيت النبي مرة وسمعت منه آية واحدة، هل تعتبرني مسلم؟ أعتبرك مسلم. guideline. هذا مكان. أنا الآن المشكلة أنه إدراكي الآن ما يسمحليش نتقمص الحالة هذه. بصح عندنا ناس هكذا يعني يمكن يكون واحد. لا أنا مش عايزك تتقمص، بس خليني أنا بس أسألك. التطور الإسلام قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يموت بثلاث ساعات، الإسلام اللي كان عندهم وقتها، النسخة المتطورة هتختلف عنه تماما؟ يعني هتبقى نسخة تانية خالص معارضة ليه تماما؟ لا معارضة ما تقدرش تكون معارضة، بنفس الروح بنفس روح الإسلام، بس بصح كمظهر كمظهر يتغير نفس المعنى يعني. طب خليني أسألك، هل هتتصق مع مثلا النظام الليبرالي مثلا أو كده؟ يعني هل هيبقى فيه مثلا تساوي في المراسم الرجل والأنثى؟ نعم المثلية الأطروحات القرآنية الحالية تسمح بهذا أصلا، لأنه الفهم تاع اللغة، حتى الخاصية تاع اللغة العربية اللي فيها أفعال الأضداد، يعني الكلمة تحمل المعنى وضده. طب خلينا تسمح لك عندك طيف هذاك، عندك تقدر تروح مش أنت تفهم النص. أنا ما عنديش مشكلة أنت تفهم النص إزاي، دي حاجة هتحلها مع بتوع الأصول. بس أنت بتقول إن إحنا ناخد فقه المقاصد، وقلت من المقاصد حفظ النسل، فلو ما فيهوش حفظ النسل، هل أنت هتتنازل عن الفهم بتاعك من أجل حفظ النسل، ولا لا هتقول الفهم بتاعي ده هو الصح حتى لو هيدمر النسل، ومش مشكلة فقه المقاصد ده يروح في أي حتة بقى مش بتاعنا؟ لم أفهم السؤال، يمكن لي عادة إيش؟ أنت كنت بتقول إحنا فقه المقاصد ده حاجة كويسة وتطور كويس وبتاع، وإن إحنا المفروض ناخد فقه المقاصد، المقاصد الخمسة اللي هي من ضمنها حفظ النسل. ما قلت لك الصناعة الإنتاج البشري تاع هذاك الوقت أنتج حاجة مماثلة أو مشابهة لحقوق الإنسان الحالية. يعني أنا واحد، لو كان واحد الآن تدخل المنظومة الحالية تاع حقوق الإنسان هي اللي لازم نعتمدها، وكان طبق نفس المفهوم زعما تدخل الإسلام الأول، وأنا أقول لك راح نطبق المفهوم تاع حقوق الإنسان الأول، يعني حقوق الإنسان الأبيض أو ثقافة الأنوار اللي كانت تعتبر الشعوب تاعنا متخلفة، ونقول لك أن هذا الفرح لا يشملني أنا، ما نقبلش أختزلك في الزمن القابر، ما نقبلش التطور. أسهل عليك عشان ممكن أنا مش ممكن ما أفهمكش بسهولة. أنت في إسلام ما أنت تراه الآن ده النسخة المتطور بغض النظر وي أيا كان الميكانيزم بتاع التطور، آلية التطور انطلقت هذه، هينتج لنا إسلام هينتج لنا إسلام معين، وهو الإسلام الناتج عن الميكانيزم التطوري اللي هيطلع لنا إسلام 2021. نعم. إسلام 2021 هل يجب عليه أن يكون بيحافظ على النسل ولا لا يجب؟ على حسب الأطروحات، نعم الحفاظ على النسل واجب، لأني أنا أرى الإنسان هو دي هي عقول تساهم في إيجاد الحلول، نشوفها سي ان بوتونسيال، يعني سي ان كاباسيتي دو كالكول لإيجاد الحلول. بس هنا بقى يعني تتحرز ان انت ممكن الإسلام اللي بتفكر فيه او النسخة المتطورة اللي هتطلع يعني كان هتطلعها ازاي، هتقعد تناقش النصوص بالشكل اللي انت بتقوله ان في جمع بين التناقضات وكده، المهم هتطلع بنسخة معينة إسلامية، بعد ما تطلع بيها نرجع للعلوم نشوف النسخة دي بس هتحقق البقاء وهتحافظ على النسل وكده ولا لا. يعني محتاج تاخد تشيك بوينت تاني بعد ما ظبطت النصوص ووصلت لنتيجة معينة
طبعا قلت لك رحله الشك متواصله ما تسلمش شغل ميزاجور تعاود تنتجري لي دوني تستفيد منها. في انت جمله قلتها في الاول بس انا استوقفتني، ان انت قلت الناس اللي هم قعدوا يفكروا زمان تم تكفيرهم اصلا وقتها. نعم. انا عايز اوضح لك هم لم يتم تكفيرهم علشان هم اخترعوا صاروخ مثلا او اخترعوا عجله، ولو تم تكفيرهم عشان ده فاحنا قادرين نثبت بالنصوص الدين من ايام سيدنا محمد ان ده لا، ان الفعل ده لا يكفر، يعني ما فيش حد يعني ان صانع الصاروخ لا يكفر، لو حد كفره فهو مخطئ، يعني قادرين نثبت بطريقه موضوعيه ان هو مخطئ، وليس هذا الاسلام اللي بندعو اليه مبدئيا، الاسلام اللي بيكفر صنع الصاروخ، يعني مش ده الاسلام اللي بندعو اليه باي شكل من الاشكال. فمبدئيا هم لم يكفروا لو كانوا كفروا بسبب ان هم صنعوا صاروخ او صنعوا مصباح او صنعوا كذا، لم يكفروا بسبب ده، كفروا بسبب ارائهم او مواقفهم العقائديه او مواقفهم الفلسفيه، يعني في بعض الامور في الدين او السياسيه أو السياسية أيا كان. وده أمر يدرس برضو، يعني قد يعني نقول بأن من كفرهم قد أخطأ، وممكن نقول لا، يعني إن قولهم ده قول كفر، يعني مش أزمة. بس أنا بقول لك إن إحنا نقول والله إن هم كفروا لأنهم كانوا علماء وكده، لا، يعني عندنا قطب الرازي كان من الأطباء وكتير يعني من علماء السنة، يعني كانوا يعني بجانب علمهم الديني كانوا علماء في العلوم الدنيوية يعني أو الحياتية يعني. فبرضو أظن الربط اللي أنت عملته ده ما كانش في محل قوي يعني. لا أنا أقصد المعتزلة في تقديم العقل على النقل، يعني هذه هي المعتزلة لم يقدم العقل، لما تقدم العقل لو نقارن العلم الحديث به استعمال العقل يعني لا راسيوناليتي، تقارنها بالفكر المعتزلي اللي هو قدمها في بصح هذه ثنائيه العقل والحدس يعني الانتويشن والرسوميه. طيب من يسموا المعتزله حاليا، يعني انا بتكلم على اللي بيسموا نفسهم معتزله حاليا، لم يقدموا عقلا على نقلا مبدئيا، لم يقدموا الا عاطفه على عقلا، والاشاعره والناس التانيين اللي انت بتظن ان هم قدموا النقل عقل هم من قدموا فعلا العقل على العاطفه. الاثنين على فكرة ملتزمين بالنقل، المعتزلة لو سمعت آرائهم ما لا تختلف عن أي حد تاني، يعني أي آراء في أي حاجة، يعني أي حاجة حضرتك هتشوف إن هي حلال المعتزلة هيقول لك اللي أنت بتقوله لا ده طبعا حرام. فالمعتزلة المعتزلة أنا قصدي دايما بتكلم على الموجودين حاليا، يعني لم يقدموا عقلا على نقلا، لم يقدموا عاطفة على عقل. انا ما نحكيش على الحالي، لان انا الحالي كيش نشوف التطور الحالي مثلا، انا لما نحكي النص لا، انا قصدي ان انا مش هرجع يعني انا مش ما بلاقيش النهارده كتب القدماء من المعتزله وماذا قالوا وماذا عملوا، يعني لان لازم اجيب كتاب لفلان الفلاني واقول فلان لم يقدم مثلا العقل، عشان اكون دقيق في كلامي. بقول ما يثار حاليا عن المعتزله هو ليس تقديما للعقل على النقل، ما هو الا تقديم للعاطفه على العقل. لكن ان واحد يدعي ان هو قدم العقل على النقل ده ادعاء، يعني سهل ان انا ادعي اي دعوه، سهل ان انا اسمي نفسي كريم العاطف، كريم اذكى واحد في الدنيا، سهل اسمي نفسي ده، فما ينفعش اقول ده كريم ده اذكى واحد في الدنيا ليه، عشان سمى نفسه كده، لا، يعني هو عشان معتزلي فسمى نفسه انه قدم العقل على النقل، يبقى فعلا قدم العقل على النقل، لا هو لم يفعل ذلك. بس فدي بس يعني هي ستيريوتايب كده، صوره نمطيه موضوعه ما لهاش اي اساس من الصحه يعني، والعلوم الحاليه بتوضح لنا ده، دراسة المنطق ودراسة العقل بتوضح لنا ده بأوضح الصور. مش معنى كده ان هم كانوا وحشين او اغبياء او جهلة، بالعكس لا، كانوا ناس دماغهم كويسة جدا، بس العلوم ما كانتش تقدمت وقتها، فيعني كان في بعض القصور يعني. ده كمان لو السابقين منهم بيقولوا بنفس كلام الحاليين منهم بيقولوا. شكرا يوسف، تفضل. سيف، هي سيف مش يوسف، انا اسف. ثاني القوة تاع لي كاباسيتي دادابتاسيون، يعني القوة تاع التأقلم، أن الكتاب مثلا في القرآن يبعثك إلى خارج المنظومة، يعني مثلا يقول لك الآيات مراهيش مكتوبة فقط، ولكن كاين آيات كونية، ومن آياته اختلاف الليل والنهار، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يعني لو نتبع معنى الإسلام، الناس اللي راهي تدبر في الآيات هذه وتسعى وتخدم في الأركيولوجي وتخدم في الميدسين، يعني في الطب، وتدخل للانفينيمون بوتي والانفينيمون غران، ماشي الناس اللي تدعي الكلمة هذه. يعني معنى الكلمة، علاش كاين ناس بزاف يقول لك رأيت، رحت للغرب رأيت إسلام من غير مسلمين، وجيت للزعم الدار المسلمين لقيت مسلمين من دون إسلام. إذا اعتبرت أن المعيار هو التمكين، زعما
وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الحالة هذه ماشي احنا اللي رانا فيها، الحالة هذه الناس اللي راهي تنعم بهذا هم من يسمون اليوم بالكفار. هذا هو المشكل تاع الكلمة، انه المعنى لو تبع التطور تاع المعنى تلقى بلي سنة التبديل وقعت علينا وحنا لا خبر. يعني احنا رانا في كمثل الحمار يحمل اسفاره، هذه هي دوك عندنا عندك تراث كتب ولكن ما تستعملهاش ولا ما عندك علم قدامك ما تدبرش. يعني الفهم الواسع هذا قلت لك الطبيعه الطيفيه للمعاني والكلمات تخلي عندك خيارات متعدده تسمح لك انك تتاقلم مع المتغيرات العديده. لكن الانتقال هذاك راح يكون صعب لانه كاين ناس راهي متصلبه وكاين ناس أكثر يعني الدوسي الكثافة تاعها تتصلب بعد بالعقل تكون لينة وهي رايحة كل واحد يتفاهم. هذه هي المشاركة اللي حبيت نشارككم بها وشكرا. وبس توضيحا بس لحضرتك قلت ان يعني ان لا يمكنن لهم دينهم وكده، وان حاليا اللي واصل ده هو الكفار، هو مبدئيا هو اوريدي ربنا نص كده يعني او وضح ده في الآية ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعني هم في وقت معين هيكونوا مستضعفين وفي خوف وفي كده وهيرجعوا وهيظهروا، فمن سنن ربنا التدافع وان ده هيغلب ده وده هيكسب ده، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. فده سنن التدافع دي موجودة طبيعي يعني، بس هو يعني ده ليس حكم في شيء ان يكون الطرف الامامي او الكافر او كذا. لا لا انا انا انا, أنا لا احتكم هذا الشيء، انا اعطيت فقط الخطاب اللي يمكن يوفق، باسكو الاخ اللي كان مقبل طرحت التساؤل هذا كيف يمكن. اما تقول لي من نحتكمه انا ما عنديش مشكل، انا وكان انا واحد اعتبر ان الله هو الوجود مثلا، الوجود لو الوجود الطبيعه تصدقك والقوانين تاعك الفهم تاعك للقوانين هذه يكون تصديق تاع كما تقول تجربة العلمية، أنا أوافق على هذا الطرح ما عنديش مشكلة. طيب على العموم يعني أنا مش في خلاف معك بضرورة، يعني أنت قلت رأيك ويحترم يعني لا بأس يعني. شكرا. أهلا بك. مين فضل؟ أول سنين خلاص أتكلم فضل. ازيك يا استاذ كريم عامل ايه؟ انا والله انا موجود في اول الروم وانا يعني كنت متابع الطرح بتاع حضرتك واعتقد ان هو يعني كونسيستنت وكوهيرنت بدرجه كبيره جدا، حتى كلام حضرتك كان في الروم بدرجه كبيره. ولكن انا استوقفني بس نقطتين يمكن في المداخله بتاعه جاك مع حضرتك، كنت عايز اعلق يعني انا عايز استفهم من حضرتك وانا يعني نقطتين. اول حاجه النقطه اللي هو بتاعت لما جاك يتكلم على ان السؤال نفسه صيغته خلاص ممكن تؤدي الى نتيجة مثلا مختلفة تماما عن المعنى اللي حضرتك تقصده، هل العلم بيتعارض مع الدين؟ فاول حاجة هو العلم بيتعارض مع الدين مبدئيا مش هنروح نعرفها دي بان احنا مجرد ان احنا نسأل العلماء العلم بيتعارض مع الدين ولا لا. ولكن حتى لو تجاوزنا هذه النقطة، فكرة ان احنا لما يجي السؤال ويتصغ بهذه الطريقة، هل العلم خليك ماتش لس ريليجيوس؟ وبعد كده جاك يدعي ان هو ممكن يبقى فيه بايس هنا في السؤال، او ممكن حتى مش هنقول بايس بس ممكن السؤال ده يودينا يعني مثلا لاستنتاج مختلف تماما. فانا اعتقد ان دي بوينت فاليد جدا، انا ممكن اعرفها لحضرتك بطريقة بسيطة جدا. انا ممكن ابعت لحضرتك دلوقتي ورقتين علميتين للاتنين منشورين في مجلات علمية مرموقة يعني. واحدة مثلا تقول لك والله الجنس خارج الدار الزواج ده حاجة وحشة للصحة النفسية، ورقة تانية تقول لك ان دي حاجة حلوة للصحة النفسية. طب ايه اللي ممكن يبقى الاتنين عليهم سايتيشنز حلوين والاتنين موجودين في ورقة علمية كويسة، ولكن لو انا فعلا بدرس الورقة العلمية انا هفتح الورقة العلمية وهقراها وبص على الميثودولوجي، ونيجي نبص مثلا على السؤال اللي اتسأل. يعني مثلا في الورقة العلمية الاولى السؤال اتطرح كالاتي، هل كان في اي سيكشوال انتر اكشنز ما بينك وبين الشريك مثلا في اخر 30 يوم؟ اي سيكشوال انتر اكشنز؟ تمام. والسؤال الثاني اللي اتسال في الدرس الثانيه هو كان والله هل انت يعني فعلا اقمت علاقه جنسيه كامله مع شريك في اخر 30 يوم؟ هنا السؤالين مختلفين تماما. هنا السؤال الاولاني اللي هو بتاع سيكشوال انتر اكشنز هو بيضم حاجات كتيره جدا غير العلاقات الجنسيه الكامله، اما في الدراسه الثانيه هو بيضم العلاقات الجنسيه الكامله بس. ولكن لو احنا بصينا للموضوع من بره
فهو لو بصينا العنوان هل ده فعلا جنس خارج اطار الزواج، هنا ممكن يبقى المعنى نفسه اللي وصل للقارئ لو هو فعلا مركزش في الميثودولوجي بتاعه البيبر هيطلع بنتيجه مختلفه تماما. فانا اعتقد ان دي كانت بوينت فاليد يا كريم، صح؟ ان هو لما انا اجي ابص في السؤال واقول ماتش ليس، لا دي ممكن تطلع لي بنتيجه ممكن تبقى بايزد، او يعني عشان مش هنخش في نوايا الناس يعني، وللعلم هي فعلا كلمه ماتش ليس دي مش كلمه اكاديميه، يعني انا لو كتبتها في اسي او في ورقه اكاديميه غالبا يعني مش هتتقبل، بس دي ممكن تودي النتيجه لحاجه حته تانية خالص. طيب دي اول نقطه اسمح لي. طيب خليني معلش خليني ادرك على النقطه دي واحده واحده كده. هو مش قصدي حاجه والله، بس انت شفت الدراسه، هل شفت السؤال مكتوب كده بالصياغه دي في الدراسه؟ لا لا يا كريم، انا يعني انا حرفيا انا هنا مش بعلق، انا مش بعلق على الدراسه، اقول لك السؤال، انا بعلق على تعقيب حضرتك على جاك. انا ليا اللي انتوا اتكلمتوا في ايه، انا ماليش دلوقتي دعوه بالدراسه نفسها، والدراسه انا مطلع عليها والله، انا الطرح بتاع حضرتك انا حبه جدا. طيب هو السؤال والورق كله عندي الدراسه هقول لك. لا لا انا انا انا, أنا لحظه واحده، انا مش بتكلم في محتوى الدراسه ولكن بتكلم في رد على فرض ان هو ده السؤال يعني. لو عرفت ده سؤال ممكن نبقى نناقش ده، بس هو الدراسه ما بتناقش السؤال بالشكل ده خالص يعني. الدراسه بتشوف هل فعلا في ان الناس من مختلف الدول هل بياخدوا التروس كليمز اوف ريليجنز بياخدوها ان هي فعلا دي كده حقيقه، ولا بيقدر لا ان لا انا مش بتكلم على بتاعه سوسس، بتكلم على بتاعه سوسس، لا انا بتكلم على الدراسه اللي هي اتعملت على 8 دول يا فندم والله. تمام، بس فمبدئيا هو السؤال مش بالطريقه دي، بس ايفن حتى لو السؤال يعني انا واتيفر يعني افترض حتى لو السؤال بالطريقه دي، في الاخر انا لو انا ككريم تجاوزت محتوى الدراسة تقولي لا انت تجاوزت محتوى الدراسة، لكن ما ينفعش تقولي ان الدراسة دي خاطئة. تفهم قصدي؟ يعني ممكن تقولي انت يا كريم استنتجت منها استنتاج الدراسة ما بتقولوش. اما هو ده اللي انا بقوله، ما انا قلت لك انا مش هخش في النوايا ما ينفعش نقول لا ده الدراسة دي تبعت منهجية خاطئة. يعني لا انا بتكلم على القارئ وهيفهم ايه. ده يبقى ده نقاش تاني، ان انت استدلت بالدراسة في خارج سياقها. تمام، انا اعتقد ان كان احسن حاجه وقتها، لان لو جاك لاحظ اللي ادعى ان احنا نرجع ونشوف هل السؤال ده فعلا اتسال بالطريقه دي كده فعلا زي ما وجاك صادق في النقطه دي ولا لا. وكان هيبقى الحل الامثل، ممكن بيتكلم على دراسه ثانيه، بس انا بتكلم على الدراسه دي اللي هي انا مش بقول ان هو كذاب، انا بقول هو ده التصرف، يعني هو ده الرد اللي اعتقد هيبقى جيت تو بوينت اكتر بدل ما اطلع يعني فهمني بره الموضوع، صح؟ اوكي ماشي. طب النقطه انا 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 واعي تماما يعني يا كريم بالمشكله اللي بنواجهها، ان في عندنا تيار علماني ليبرالي الحادي ما اعرفش ايه واخد الورق العلمي من بره كده ان هو ده سلطه عليا، ونسي تماما ان عادي جدا الورق العلميه بتخضع لمنطق وممكن ده ندرسه والميثودولوجي ممكن ده ندرسها والكلام ده كله، وان دي ممكن تبقى هجمه مرتده فاهمني، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبعد عن المحاذات التاكيديه يعني فاهمني. تاني نقطه اللي هو برضو النقطه اللي قالها جاك بتاعت ان تقريبا ذكر الورقه بتاع سوسس، وانا هنا برضو مش بدعي ان الكلام ده موجود في سوسس، بس انا بتكلم على النقاش اللي بره، ان هو سوسس بيقول والله ان المؤمنين بيتعاملوا مع القصص الدينيه او الميث ستوريز بانها يعني مش فاكس، وكانها زيها زي المزيكا، او اكنها مثلا زيها زي مسرحيه، او اكنها زيها زي فيلم، وبيعيشوا الحاله وبيؤمنوا بيها. والله انا نفسي لما تيجي تسال عن رايي انا الشخصي مثلا هل الاسلام كده مثلا في رايي انا كده هو فعلا كده، فانا يعني اعتقد الموضوع مذكور يمكن يعني ان احنا ناخد من القصص دي عبره تقريبا. انا اتفق معك في هذه النقطه تمام، بس الادعاء بتاع السوسز يعني لو هو ده فعلا الادعاء اللي هو قاله، اول حاجه هو استدل بحاجه على ده؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، النقطه اللي جاك بيقولها ان ايه، ان المؤمنين عندنا هنا اللي احنا بنقابله المؤمنين اللي عندنا في المجتمع المصري تمام، وذكر لك مثال، وانا اعتقد ان دي حاجه ساده فعلا، وانا هسالك برضو يا كريم، هل انت فعلا شايف ان اغلبيه المسلمين اللي في المجتمع بتاعك بيبصوا على القصص دي انها مجرد عبره وانها مجرد حاله بيعيشوها زيها زي المسرحيه وزي المزيكا، ولا بيدعوا انها فاكتس وبيتضايقوا فعلا لما حد بيقول لهم ان دي مش فاكتس؟ خلي بالك انت لما جيت وقلت له اصل هي مجرد ان مفيش دليل ان هي حصلت، ده مش معناه انها ما حصلتش، انت هنا طلعت بره النقطه، لان هو ده ما كانش، احنا مش بنتناقش هي حصلت ولا ما حصلتش، احنا بنتناقش المؤمنين اللي حوالينا بيشوفوها كفاكتس ولا لا. انت ايه رايك، المصريين المسلمين
بيشوفوا القصص دي، بنتكلم على اون افريج العموم، بيشوفوها فاكس ولا بيشوفوها كنا زيها زي حاله بنعيشها زي المزيكا؟ طيب تسمح لي اوضح لك، لان انت اللي دخلت كذا حاجه في بعض وانا ما بعدتش خالص عن النقطه، يعني اوضح لك رايي في المساله. طيب اول حاجه، لما بتقول مساله ان احنا هنعيشها زي المزيكا وكده، خليني اعيد توضيح الموضوع ده، يمكن انا ما عرفتش اوضحه كويس. ريتشارد سوسس لما بيتكلم عن موضوع المزيكا وكده، كان بيتكلم على فكره الناس اللي عايزه الدين يبقى مجرد معتقد، فبتفصل المعتقد لوحده كده وتقول لك بس انا هبص على هدرس المعتقد لوحده وهسيب بقيه الحاجات دي، هسيب العبادات والتشريعات والتابوهات والكلام ده كله، ده انا هرميه في الزباله. قالك ما ينفعش الدين كمقطوعه موسيقيه تسمع على الاله لوحدها كده وتسيب بقيه الالات، مش هتفهم المقطوعه، ده مبدئيا. والحاجه الثانيه، ان الدين كله على بعضه بقى كده كلوكشه، ما ينفعش اشرحه لك يعني، او ما ينفعش اوصفه لك، انت لازم تعيشه، او يعني فاهم، تمارس كل ده مع بعضه علشان تشوف الايفكت بتاعه. لكن ما تقدرش يعني ايه تختزله كده في جمله، يعني هو ليه ظاهره ايمرجنت، فاهم، ليه ظاهره طارئه متجاوزه عن مجموع اجزاء. ده القصه، ده فكره الكومبلكس ادابتيف سيستم. فده مبدئيا، وايه دليله على ده؟ ان دي كومبلكس ادابتيف سيستم. انا متفق مبدئيا، فده مبدئيا. اما بالنسبه للجزء الجزئيه البارتيكولر اللي انت بتناقشها، فكره القصص الديني، فانا بقول لك ان لما هو قال لك ان الاستاذ اسماعيل او واتيفر مين بيقول لهم ان سيدنا نوح ده مش موجود، فان احنا الموقف الصح نقول ان هو مش موجود عشان ما فيش دليل اركيولوجي. لا لا، انا ماليش دعوه بالدعاء اسماعيل، انا مش دعوه بالدعاء اسماعيل. هو جاك قال الكلام ده، جاك لا لا، هو جاك قصده ان المصريين بيتعاملوا معاه كفاكتس. ايوه، ما انا هكمل لك، جاي لك والله. فمبدئيا قلت له لا، هو عدم وجود دليل ليس دليل على عدم الوجود، خلاص. فانت بتقول المصريين بيتعاملوا معاه كفاكت، فاقول لك يا سيدي ماشي، وايه المشكله انه يتعامل معاه كفاكت؟ انا ما عنديش مشكله في ده، يتعامل معها كفاكت لانه عنده دليل ان هي فاكت، عنده دليل ان في اله وان الاله ده اوحى رساله معينه. انا ما عنديش مشكله، هو يتعامل معها كفاكت، لو هو استخدم لاين فريزنج يعني مختلف، هو شايف كده، هو عنده المنطق بتاعه، ما عنديش مشكله في ده، انا مش هاجي اخطاه، انا مش هدي نقطتي دلوقتي. ولكن هي دي كانت فعلا رد كويس جدا. ما انا بناقشك كل النقط اللي انت قلتها. انا بقول لك ده كان رد كويس جدا على الكلام اللي قاله سوسز، ان المؤمنين بيبصوا ان في نوعا ما حصانه، انا وضحت هم مش بيبصوا لها كفاكت. انت خالط ما بين كلام سوسس في الحته دي ودي حاجه تانية. انا سوسس وضحت كلامه لما بيقول ان القصص بتتناول بشكل رمزي معين، فده في بعض الاديان لكن انا ما عنديش مشكله ان القصص دي تتاخد كفاكت. انا ما عندي يعني، انت ولا سوسس قال كده؟ لا، مش سوسس، انا تاني بالظبط. ما هي دي النقطه، انا كنا بنتكلم في الكلام اللي قاله سوسس، تمام. هو أيوة، نوعا ما اللي انا فهمته، وانت برضو صحح لي، ان هو كان في اشاره هنا، مش عارف اصحح لك حاجه، انا مش عارف اتكلم. لا لا، ان كان في اشاره الى ان نوعا ما الحته دي متحصنه، اللي هو احنا التخطيء للقصص متحصن من ان المؤمنين مش بيبص لها كفاكس. صح، دي معلومه صحيحه، ان هو ده كان القصد. مش عارف اوضح لك، لو حابب تديني مساحتي قول لي اه ولا لا. طب قول لي لا، مش عارف اوضح لك حاجه، قول لي اه وقول لي اوكي. انا قاري الدراسات دي كلها، عايزك بس تديني مساحه اوضح لك هو بيقول ايه، لان انت واخد الموضوع في اتجاهات تانيه خالص. والله يا كريم، انت اللي قلت الدراسه بقى طلعت رايك، انا والله ماليش دعوه، انت رايك دي حاجه. انا بتكلم هل رد جاك فعلا على الجزء اللي في الدراسه ده كان فعلا رد كويس وسليم ولا لا؟ انا مستنيك تديني فرصه اتكلم، واكيد هقدر اتكلم، بس اتمنى ما تقاطعنيش وتديني فرصه اتكلم. نفرق بين كذا حاجة. في عنصر من عناصر الدين اسمه المثل أو القصص، خلاص، ده عنصر من عناصر الدين. ريتشارد سوسس لما كان بيتكلم عنه بيقول وظيفته إن هو بيجمع لك كل الأجزاء مع بعض، يعني بيحكي لك ليه هذا النبي خد سلطته الدينية وليه مش عارف إيه وليه كذا. فبيقول لك بعض القصص دي ممكن بتتاخد أصلا في السياق رمزي، المؤمنين بياخدوها في السياق رمزي مش السياق الحربي بتاعها. ده مبدئيا حاجة. وكان بيناقش نقطة تانية، بيقول بعض الملحدين الجدد وكده بيعترضوا على بعض الجمل في الأديان اللي ليها علاقة بالعلوم وكذا، وإن المؤمنين بياخدوها بالسياق الحرفي بتاعها، وإن هي دي كإدعاءات علمية. فبيقول لأ، المؤمنين كتير منهم، طبعا المؤمنين ده بيكلم ممكن يبقى دين تاني حتى غير الإسلام، مش شرط، المؤمنين بياخدوها في السياق الديني بتاعها اللي هو قد يكون رمزي ايا كان، بياخدوها في السياق الديني بتاعها. ده كلام سوسس، خلاص، ايا كان بقى كلام سوسس ده خليه على جنب، انا بوضح لك كلام سوسس ايه. لكن انا بقول لك، انا حتى لو المؤمنين بياخدوها باعتبار ان هي عقائق، انا بقول لك ان ده ما هوش ازمه عندي، لان الدين هو مصدر معرفه،
فما فيش مشكله ان الدين يقول لي معلومه معينه مخالفه عن الحاجه او 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 يديني معلومه معينه والحاجه دي بره الدين ما فيش عليها دليل معين، يعني ما فيش دليل اركيولوجي، بس الدين قال لي ان سيدنا نوح كان موجود. مش ازمه عندي برضو يا كريم، يعني مش ازمه عندي، ولكن انا كده سمعتك وفهمت. هو سوسيس كان بيتكلم على ان طب اقول لك المؤمنين لا قول لي انت المشكله فين، قول لي المشكله عندك فين. انا هقول لك المشكله عندي ان هو كان في يعني الكلام اللي قاله جاك في المداخله الاولانيه بتاعت ان هو ان في مشكله دلوقتي ان احنا ممكن في تندنسي ان احنا نفلسفاي بعض الحاجات اللي موجوده في الاديان بسبب ظهور حقائق علميه، وان دي مشكله بتواجهها الاديان. لا مش نفلسفاي، انا مش نفلسفاي. لا انا ده كلام جاك. طب معلش كلمني انت، طب انت كلمني قول لي المشكله عندك في اي نقطه، عشان احنا فايهين ما بين سوسس وجاك وبتاع. اديني جمله حصل فاللي حصل ان انا سمعت اللي حصل ان انا سمعت رد وهو اقتباس من سوسس، انه والله ده المتدينين خلاص يعني بيبصوا على الحاجات دي كانها حاجات رمزيه، وان ده نوعا ما حصانه ضد الفلسفيكيشن، ان هم بياخدوا الدين كله على بعضه مش بيبصوا له كفاكت، مش بيبصوا للقصه المعينه دي كفاكت مثلا. تمام، فالرد اللي اتقال بعد كده ان هو لا والله احنا عايشين في مجتمعات الناس بتاخد فيها الموضوع كفاكت. فانا اعتقد ان الرد ده كان فاليد جدا على نقطه سوسز، واعتقد ان اول حاجه ادعى سوسز ده لوحده محتاج دراسه لوحدها طبعا علشان يحط ده في البيبر وادعى هذا الادعاء. ثاني حاجه هو كلام غريب جدا، لان احنا كلنا عارفين ان لو اتكلمنا على اي اديان، مثلا لو اتكلمنا على اكبر اديان مثلا الاسلام والمسيحيه، اغلبيه المسلمين شايفين ان القصص حقائق، والمسيحيه مر عليها وقت كانوا اغلبيه المسيحيين شايفين انها حقائق، وعشان كده كان في تصادم مع العلم والمسيحيه بدرجه كبيره جدا. يعني الارض 5-6000 سنه الارض بتدور حوالين الشمس، ولا الشمس اللي بتدور حوالين الارض، والكلام ده كله فاهمني. فهو كان رد فاليد على الحته بتاعت سوسز، وهو سوسز يعني هو مش نبي، هو ممكن يكون حاطط ورقه جميله جدا وعظيمه جدا، بس في الحته دي اخطا يعني. طيب ماشي، احنا دخلنا في سوسس نبي ولا مش نبي، انا دي يمكن لسه ما ناقشتهاش حتى الان، هل سوسس نبي او مش نبي. خلينا نرجع للنقاش بتاعنا واقسمه كده في نقط. بمنتهى البساطه سيبنا من سوسس خالص، الناس لو الناس دلوقتي مقتنعين ان سيدنا نوح موجود، ان سيدنا نوح ليه وجود حقيقي، هل قناعاتهم دي اقدر اقول ان هي قناعات خطا لو عندهم دليل ان في اله فعلا والاله قال لهم ده؟ دي نقطة مختلفة عن نقطتي يا كريم. لو احنا قفلنا النقطة الأولانية لو يعني خلاص وجب التوضيح. انا هو ده اللي انا وضحته. لا والله انا هو ده اللي وضحته في مناقشتي مع شاك. كريم انا هجاوبك، بس انا وجب التوضيح ان سؤالك ملوش اي علاقة بكلام، وبعد كده لو بندمش مع بعض بره النقطة دي ونحكي حاجة تانية. لا مش علاقة، مش انت مقتنع ان ملوش علاقة، هبين دلوقتي ان له علاقة، بس انا بسألك. انا نقطتي هل رد جاك كان فاليد على الادعاء بتاع سوسز ولا لا؟ انا بقول لك ان هو فاليد. هل بقى خلاص لا رده مش فاليد، لان سوسس ما بيقولكش كل المؤمنين في كل حته بياخدوا كذا، هو بيقول ان ده ممكن يؤخذ في اطار معين في اديان معينه في ايا كان. بس انت استخدمت ده الله ينور عليك، بس انت استخدمت لبيان نقطه تانية خالص. ما انا بقول لك انا استخدمته في ايه، فعشان كده بسالك السؤال. حابب تمشي معايا، حابب تمشي معايا خطوه خطوه ولا لا؟ لا لحظه واحده، انت بقى استخدمت الاقتباس ده بقى في ردك على جاك، دي حاجه بتاعتك خلاص تمام. بس على الاقل احنا عرفنا الورقه مش بتقول كل المؤمنين، هي بتقول بعض المؤمنين، ودي حقيقه ما نقدرش نختلف معاك. سؤالك انا بقول لك طب معلش بقى، لا ركز معايا، ركز خلاص انا اتفق معاك، اتفقنا بس انا بقول لك سؤالك مش علاقه بالنقطه بتاعتك. لا ليه علاقه، تديني فرصتي ولا انت مصمم ان ملوش علاقه؟ انت فهمت قصدي، اتفضل. لو انت عايز تمنعني ان انا باين ليه علاقه براحتك، لكن لو انت الروم بتاعتك يا كريم انت تعمل اللي انت عايزه وانا معاك، وانا بحبك جدا والله، اتكلمنا قبل كده. طب دي فرصه ان انا اعمل اللي انا عايزه. بس دلوقتي السؤال، لو واحد مقتنع ان سيدنا نوح فعلا ارسل، يعني ليه وجود حقيقي خلاص، ودليله على ده ان في اله والاله ده بعت له نبي عمل له ايا كان اثبات ان هو نبي فعلا، وقال له في واحد اسمه سيدنا نوح كان موجود من كام الف سنه وعمل كذا كذا، هل الراجل دلوقتي ده اجرم في شيء ولا اخطا في شيء؟ انا شايف ان هو ما اخطاش في اي شيء حتى الان، حتى لو فيش اي دليل اركيولوجي، هو عنده دليل ما اخر ان سيدنا نوح كان موجود. فانت متفق معايا في ده صح ولا غلطان؟ احنا نقطتنا هل المسلمين بياخدوا ده كفاكت ولا دي نقطه مختلفه؟ يا استاذ يا كريم، طب اتفق معايا في الجمله دي عشان نمشي خطوه خطوه. لا لا لو حابب توقف براحتك والله انا هاخدها معاك خطوه خطوه. امشي معايا خطوه كريم خطوه. يا كريم انا مشيت مع كلامك، تمشي مع كلامي ولا امشي مع كلامي؟ يا كريم هي مش منافسه والله، هي مش منافسه. منافسة. مش انت ليه، طب انت ليه معترض انك تجاوب على سؤالي؟ يعني هل السؤال صعب؟ انا هجاوبك بس بعد ما اقول
ان انا نقطتي هل المسلمين بياخدوا ده كفاكت ولا لا؟ هنخش دي حاجه تانية. ايوه ما المسلمين ياخدوها كفاكت. انا بقول لك لو المسلمين لو كل المسلمين قاطبه شايفين ان سيدنا بتسألني هل المسلمين غلطانين في ده ولا لا، او لو الناس اللي بتصدق في كده غلطانين في حاجه ولا لا، ده سؤال تاني خالص. ده نقطه. طب ما انا بسالك سؤال point. هل طب ما... انت شايفها ديفرنت بوينت، ده سؤال تاني، هل هي ديفرنت بوينت؟ هنجيله، بس الاول جاوبني، هل انت شايف ان هم اخطاوا في ده؟ والله يا كريم شخصيا انا بتبع المذهب بتاع الكونستراكتيفيزم بتاع جون بيجي، ان الساينتفك فاكتس بتتغير، فاحنا ما نقدرش ندعي انها ترو فاكتس، ولكن هي مجرد تولز. يعني انت شايف ان هم المعرفه بتاعتهم دي غلط؟ لا انا مش بقول غلط، ولكن انا بقول هي تولز، ما تقدرش تدعي ان اي ساينتفك فاكت هي ترو فاكت. بس ده مش مالوش علاقه بالكونستركتيفيزم. لا لا هو اعتقد ان هو ليه علاقه بالكونستركتيفيزم. لو قريت جون بيجي ممكن ابعت لك ايفن حتى البوزيتيف. لا ايفن حتى البوزيتيفيست هو بيقول لك ان المعرفه بتاعتي بتتغير. هو كون ان هو بيقول ان في ترو فاكت، ده ما بيقولش ان معرفتي هي بالضروره بتعبر عن ترو فاكت. يعني فانت خلطت ما بين الكونستركتيفيست والبوزيتيفيست يعني كموقف اونتولوجي ما بين الطريقه الابستمولوجيه اللي احنا بص يا كريم احنا مش هنتناقش المذاهب دلوقتي، ولكن بقول لك انا رايي. طب خلاص انا رايي انا شخصي. يبقى نرجع لسؤالنا الاول، طالما مش عايز تخش في نقاش في المذاهب. اصل انت دخلتنا في الكونتراست. انا بحس ان انت بتطلع بره الموضوع، بس رايي والله انت اللي خرجتنا بره الموضوع فخرجت معاك، فقلت لي خلينا نرجع. تختلف معايا في ده؟ تختلف معايا في رأيي؟ أنا ممكن أعمل نفس الحركة اللي هو هل تختلف أنت بقى معايا في رأيي إن الـ scientific facts ممكن نبص لها إنها مش true facts ولكن هي مجرد tools أدوات؟ أنت بتتكلم على الحالة الأنطولوجية ولا المعرفة بتاعتها؟ أنا بتكلم على الـ scientific facts، المعرفة بتاعتها. أيوة فاكت بمعنى المعرفة إيه؟ العلمية. أيوة بمعنى إيه؟ حقيقة علمية. أيوة الجزء الأنطولوجي. الجزء الأنطولوجي ولا الجزء الإبستمولوجي؟ لا أنا بتكلم عن الإبستمولوجي. الجزء الإبستمولوجي متغير. يعني ده ملوش علاقه خالص function. ده ملوش علاقه خالص بالكونستراكتيفيست والبوزيتيفيست. ممكن نتناقش في ده في وقت تاني، مفيش مشكله. يبقى خلينا بقى في موضوعنا، بس احنا مش متفقين في النقطه دي. يبقى بس احنا متفقين او مش مختلفين. طب ماشي، يبقى انت مبدئيا انا بقول لك ان الناس المؤمنين اللي شايفين انا ما عنديش مشكله مع دول سيدنا نوح اللي شايفين حلو اللي شايفين ان سيدنا نوح ده ليه وجود حقيقي وعندهم ادله على ده، المعرفه بتاعتهم دي ما عندناش مشكله معاهم وهم مش انا شخصيا ما عنديش مشكله مع ده، بس عايز بتطالب بنقطه اللي انا بالظبط بقى. حلو، يبقى ده مبدئيا الناس دول مش مخطئين. خلاص، في ناس تانيين ايا كان هم مين خدوا القصه دي ان هي قصه رمزيه. انا كنت بقول للجاك ان بغض النظر ان الناس دي خدوا القصه ان هي رمزيه او ان سيدنا نوح ده فعلا موجود، هو الاثنين تحصيل حاصل، لان الاثنين غير مؤثرين، لان كده كده قصه سيدنا نوح مذكوره مش لمجرد ان هي حياه تاريخيه، هي مذكوره عشان ناخد منها عبره معينه اصلا. يا محايد انا متفق في النقطه دي، ولكن اللي انا سمعته هو ده اللي انا كنت بقوله لجاك، فبقوله كده كده اللي انا سمعته وقتها ان حضرتك كنت يعني نوعا ما بتحتكم الى ان دي ورقه علميه محترمه في مجله علميه محترمه مش هينفع نشكك فيها. مش هو ده اللي انا سمعته؟ اتمنى انا كنت اسمع الكلام ده وقتها. ده هو كان بيتكلم في جزئيه تانية خالص لما كنت بيتكلم على المؤمنين والعبادات وربطها بالانفلسفيابيلتي بتاعه المجتمعات وقتها. انت خلطت ما بين كلمه انفلسفيابيلتي اللي كان بيقولها جاك على الورقه بتاعت 2003 وما بين قصه المس اللي انا كنت بتكلم عليها على الورقه بتاعت 2020، دخلت الاثنين في بعض. هو ده كان رد على ده بس. اوكي، ممكن انا اكون فهمت غلط وممكن انت برضو تكون فهمت غلط، وانا يعني مش عايزين نتضايق من بعض، فاهمني؟ لا والله يعني مش متضايق جدا والله. انا طالما انت واخد مساحتك انك تتكلم وانا واخد مساحتي انا مفيش زعل، بس بتضايق لو في مقاطعات او ما بنعرفش نعبر عن راينا دي، سواء حتى لو انت ما عرفتش تعبر عن رايك دي اكيد تضايقني. تمام، شكرا لك يا كريم وكمل. يعني عايش الطرح كويس جدا. تسلم. جافا اتفضل. معنا جافا؟ معك السماعة يا حبيبي. يعني مش هتضيف حاجة يعني؟ خلاص؟ لا. تمام. خلاص بقى كريم، شوف هتنهي بقى او هتعمل ايه. طيب كان في اللي هو كان مصمم يقطعني مش عايز يطلع، هو انا طلعته وخرج يعني. طيب في اي حد عايز يسأل في اي حاجة اخوانا اي موضوع؟ انا كده كده يعني في الغالب هغيب عنكم برضو، هختفي فترة كده. انا عملت لكم اهو منتدى بحاله، اللي عايز يعني ايه يمرح فيه يمرح، والحد دلوقتي مش عارف ايه فايدته ولا ايه اهميته.
بس اعمل لكم اهو منتدى كامل يعني اللي عايز يعيش فيه يعيش. في حد طلع على ما اعتقد؟ حد عايز يضيف اي حاجه تانية؟ لا حاجه لا بس كريم اعرف الخطه بتاعتك الفتره الجايه. انت كنت نزلت المنطق مركز على القناه. هكمل سلسله المنطق ان شاء الله ونكمل سلسله الانجليش. وهيبقى في طريقين تانيين هنمشي فيهم. في طريق في فيديوهات متقطعه كده عن الحياه وعن الدنيا. الواحد يمكن خرج الفتره اللي فاتت بشويه نتائج كده في حياته يعني, فممكن نعمل لها مشاركه مع الناس. ده حاجه. وقدام هنبدا نعيد تاني طرح مواضيع الدين والبقاء والقصه دي والاخلاق والقصه دي, بس هيبقى بزاويه تانية خالص. ويمكن هيكون موجود على القناه الناس لاول مره يعني فيديوهات اكاديميه كده وناس اكاديميين يعني هيفيدونا. يمكن الناس الباحثين دول كلهم هتلاقيهم على القناه ان شاء الله وهيقدمون لنا حاجه كويسه يعني. شكرا يا تايجر. استاذ عمر شكرا كريم. شكرا. صباح الفل عبد المنعم. صباح الفل كريم. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ وحشنا يا صاحبي. خلاص جوت اوفر وبقيت كويس دلوقتي؟ لا والله هي لا ده هي يعني حلقه استثنائيه كده يعني. كان وهيب كان في حوار حوالين البقاء فقلت اعمل. والله واحد نصحني قال لي تقريبا عبد المنعم قال لي ما تعمل روم, فقلت له يلا والله فكره. بس لا يعني لازلت لم اتعافى بالكليه يعني عشان ابقى مستمر معاكم هنا. لا ده كلاب هاوس محتاج حد تعافي نفسي يعني. فاهم لازم سلام نفسي رهيب. بروتكتيف شيلد كده يعني 10 كيلو يعني. لا الموضوع صحيح. طب ايه موضوع, معلش انا دخلت متاخر, ايه موضوع المنتدى ده؟ هيفضل حاجه انت تعمل يعني هتفتح رومز ستيل اون سكيدجول ولا ده بس بلاتفورم؟ انا ناس كده كتير قالت لي ما تعمل كلب معين باسمك. انا حتى الان ما اعرفش ايه الفرق, بس عملته يعني نزولا على رغبه الجماهير. حتى الان مش عارف طيب ايه طبعا الفرق او ايه الميزه اللي فيه, بس عملته وخلاص يعني. لا هو كويس يعني ان جنرال يعني. اقول انت بتشارك في رومز كتيره وممكن تفتح رومز من غير الكلب, بس انا مثلا عندي البيسفول كو اكزيستنس كلب ده يعني بروح فيه لما عايز السيف سبيس بتاعي. فهي زي ما تقول ايه, على الاقل انت عارف ان انت هتطرح موضوع ويبقى في وسط الكلب ممكن تفتحه بس للممبرز اللي هي الناس المهتمه بالتوبيك بتاعتك اساسا. احيانا خرج سمولر رومز مور فوكست الكلام ده كله. وخرج ممبرز ودخل مبكولة. كويسة والله فكرة كويسة يعني. نقل ممبرز اللي بقوا موجودين. دي فكرة كويسة برضو. هو خد بالك كل ده تمهيدا لانهم هيعملوا انه انت بعد كده انت هتاخد الاوفيشال كونتنت كرييتر, وبعد كده هيبقى فيها اللي هو حاجات زي باتريون بقى, حاجات زي بيد رومز. هم لسه كل ده بينفستيجيتوا ايه احسن طريقة للكوميرشاليزيشن يعني. بس هو بيتهيألي قدامه كتير يعني, لما يعمل شير سكرين ويعمل حاجات زي كده ممكن ويبقى فيه ريكورد يعني قادر يعني فاهم. لو فيه اوريدي مثلا حلقه او مناقشه حصلت امبارح اقدر اوريدي ارجع للريفرنس بتاعها وكده. بيتهيألي الموضوع قدامهم كتير. ان انا حاسس الموضوع هلهلي يعني مش هقدر اوصل ليفل. لا لسه شويه. هما لسه لغايه دلوقتي اظن عملوا السيد بي فاندنج بتاعهم, فيدوب دلوقتي بداوا يحسوا بتعمل فلوس, فهيبتدوا ينفيتوا بجد في الكام شهر الجايين يعني. بس لا كويس ان احنا شفناك تاني. انت المره اللي فاتت صوتك كان داون بطريقه مش طبيعيه. كويس انت على الاقل تعافيت يعني. طيب امبارح والنهارده افضل 100 100. ومش عايز اقول لك اخوك عبد المنعم هنا عامل لك صيت في كلاب هاوس ما اقولكش. انا سعيد بيهم. عايز ابقى اعمل لهم يعني. هو طبعا مع برضو عشان برضو نوضح للناس يعني. ناس كتير بتقول لا هو بيقول كلام غلط وبتاع. اخوانا عادي كلام غلط يطلع اقول له كلام غلط, وانا بصلح له حاجات كتير. وانا انصحه ان هو قبل بس ما يتكلم طبعا يشوف الفيديوهات ويركز فيها ويكون مذاكر كويس الكلام اللي هو بيقوله, سواء هو او اي حد بيتكلم في الموضوع يعني. فده اكيد يعني نشد على ايدي الناس. بس والله يعني لو في حد مهتم بطرح معين وبيبدا ينشر ليه وبيروج ليه وبتاع, فبرافو. انا سعيد. انا كان من ضمن اهدافي الحالمه ان على نهايه السنه دي يكون في عشرات الاشخاص مؤمنين او متبنيين الفكره وبداوا يقروها ويتاثروا بيها. الحمد لله نجحت يعني في حوالي مثلا قول 4-5 حتى الان. فنجحت بعدد لا باس بيه, حققت جزء كويس بالتارجت يعني. والحقيقه الناس دي يعني انا شخصيا عبد المنعم ما اعرفوش يعني. انا فوجئت بيه وهكذا ناس كتير انا فوجئت بيهم. ف يعني ده وانا يعني ما ساهمتش بشكل مباشر
في ان عبد المنعم يكون موجود او حتى وهيبه او شاب ادهم مثلا ممكن. فالشباب دول انا يمكن ما ساهمتش بشكل مباشر في ان هم يتبنوا الطرح ده، هم شافوا الطرح وتبنوه مع نفسهم ومشوا بيه وفوجئت بيهم. يعني فوجئت كده ان في عبد المنعم بيتكلم عن البقاء. فكويس والله، يعني لو هم لو الكلام بتاعي صح وهم بينشروا كلام علمي سليم وبتاع فده شيء كويس يعني. لا كويس طبعا، الالتيرناتيف ريتريك دايما هيبقى لي السبورترز بتوع كريم، وعشان دايما ده الحقيقه يعني. وعشان برضو احنا يعني انا فكره ان انا دايما اطلع اقعد اكرر الفكره، ما خلاص انقل انا على فكره تانية، وفي شباب عجبهم الطرح بداوا يناقشوا بيه وانا اقعد اسمع. يعني ممكن بعد كده ربنا ما يوصل لحاجات انا ما وصلتلهاش اساسا واقعد استفاد. يعني لازم الموضوع يبقى فيه الصيروره بتاعته وكلنا نستفاد من بعض يعني. لكن لو قاعدين بنكرر كلامنا انا شايف، واتمنى اتمنى من الطرف اللاديني يبدا يعني يبقى في نقد ذاتي. يعني انا مش حابب فكره مسلم بيناقش لاديني علشان انا مسلم. يعني اتمنى الموضوع يخرج من الخناقه دي، يبقى فعلا ده بيت علمي احنا عايزين نعرف الصح فين، مش 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 داخل فيه فكره اصلا انا لو طلعت غلط يبقى كده اللادينيه غلط والاسلام صح اصلا. يعني نفسي نفك الاشتباك ما بين المواضيع العلميه والمواضيع الايديولوجية او خلفياتنا الايديولوجية ويبقى نقاش هادئ يعني. او ده الكلاب هاوس لسه لازم يتمرن عليه حبتين يعني. للأسف هو النقاش هنا دايما بيدخل في حتة الايديولوجية والمشاعر، فبتخسر مشاعرك فبتلاقي نفسك داخل في حتة دغمائية. دغمائية لو بتتكلم على علم على ورقة على حاجة. من يومين انا كان عندي نقاش مع هاني سليم على موضوع the age of consent وجواز القاصرات وكل الكلام ده، فلقينا انه وانا وهاني بنتكلم الكلام هادي وجميل ووصلنا لحتة وألزمته وألزمني وكل الكلام ده ونقاش جميل. مجرد ما بتدخل في حتة أيوة أنت جاي بتضرب، أنت جاي بتهاجم، أنت مش عارف بتاع، فبتدخل في حتة مشاعرية كده ما بتعرفش أصلا تكمل النقاش. مع أنه بعد ما كملت النقاش مع هاني الناس كلها بعتت جود فيدباك أنه ده كان نقاش عقلاني علمي وأنت ألزمته وهو ألزمك وانتهى الموضوع على كده. ف It's interesting. We need more of this, كريم. وعشان كده النادي بتاعك ممكن يكون عندك كنترول ان انت تعمل حاجات زي دي، بس فعلا كلاب هاوس لسه قدامه حبة. ولكن طلع يعني مثلا اعمل رومز تبقى مثلا 3-4 على السبيكر بانل، وال3-4 انتم متفقين مع بعض ان انتم هتيجي تطرحوا نقاش، حتى مش مناظرة، نقاش على موضوع معين وتناقشوا مع بعض فوق. ودي حاجة مش لازم يبقى فيها سبيكرز كتير وناس طلعت هاجمة او ناس طلعت تتخانق او ناس عندها مشاعر جياشة. ناس انت جبت 3-4 وتكلم معهم كبانل ديسكشن على موضوع معين، ودي تبقى حاجة مفيدة للناس انه الناس بتتكلموا هم كلهم مختلفين وبتكلموا بعقلانية، وده جايب البحث بتاعه وده جايب البحث بتاعه. وobjective discussions يا كريم في حد ذاتها محتاجة حد يعلم هنا يعني ايه ان انت to conduct an objective discussion من الاول اساسا. بص هي دي فكرة ممكن يعني احنا انا في فكرتين فعلا كويسين، وانا كنت مش حابب فكرة القامع الفكري ده، بس هو دي فكرتين كويسين اللي هو يعني اضعف الايمان يعني زي ما بيقولوا، ان احنا اما نقفلها على الممبرز وان كان ده انا ما احبش الاسلوب ده خالص، او ان احنا فعلا يبقى الدسكشن ما بين 2-3 طالعين بنتناقش بهدوء والناس تستفاد من النقاش ونخلي في الاخر شويه اسئله كده مختصره. ممكن فعلا تنظيم بالشكل ده يقلل من فكره العشوائيه والخناقات وان انا جاي علشان اتصيد لك اي شيء ما حتى لو ما قلتوش احاول افهم الجو اللي هو الصراع الايديولوجي ده. ممكن فعلا بمزيد من التنظيم يعني نحاول، بس يعني مجهود بقى وليله يمكن يعني ممكن افكر فيها فعلا. تمام موافق صاحبي، كمل وان شاء الله يكون دي بدايه حاجه حلوه هنا في كلوب هاوس. تسلم وصباحك فل عبد المنعم. صباحك فل يا طب عايز تسال في حاجه عبد المنعم؟ انت لو حل ما سالتش لا يعني انا غالبا لو هسالك يعني هسالك بيني. طيب بس انا حاليا ما عنديش حاجه يعني. هو عبد المنعم كان قاعد بزقني من كام يوم يا كريم اسالك في الاس بي اي السوشيال بروجريس اندكس، عشان كان قاعد ان احنا في نقاشات كتير بتتفتح على موضوع البقاء
كبقاء for a general aim، وبعد كده عندك social progress index اللي هو الindex اللي على الأرض اللي بيقيسوا بيه اللي هو the basic human needs the well-being والopportunity وكل الكلام ده. فأنا ما عنديش سؤال محدد صاحبي، بس عشان عبد المنعم كان دخل كذا نقاش كنا بنتكلم فيه على SPI، فلو عايز تعلق على الموضوع من وجهة نظرك للSPI كمعيار اتفضل. هو اي حاجه انت هتسميها، هتسميها اس بي اي، هتسميها ويل بينج، هتسميها واتيفر، يعني اكزيستنشال سيكيورتي، واتيفر، اي حاجه انت هتسميها، دي في الاخر كلها وسائل اكسترينزنج فاليو لانترينزنج فاليو، وهو البقاء. كل اللي انت بتتكلم عنه دي هي في الاخر وسائل وليست غايات. الغايه عندي هي البقاء. المقدار المطلوب من اي حاجه من الحاجات دي اللي هيعزز من بقاء الكائن الحي اللي اسمه انسان، مش هقول لك ان احنا عايزينه، انا بقول لك انه يعني whatsoever انت انا وانت عايزين ايه، هو ده اللي بعد 2000 سنه او 100,000 سنه اللي هيبقى موجود. كل اللي احنا بنعمله دورنا ابستيمولوجي بنحاول نعرف ايه الانجريدينتس، الوصفه او التركيبه او الخلطه الصح اللي توصلنا للبقاء. فهو الموضوع مش ان احنا قاعدين من تريد اوف بيننا وبين بعضينا كده، انت خد بقاء وانا اخد ويل بينج، لا طب خد بقى. هي الموضوع مش كده، هو الموضوع ان في تارجت هناك اسمه بقاء. البقاء ده سكينه هتطولنا كلنا شئنا ما بينا، مش باختياراتنا، ومعنا بقى شويه ادوات، صحه، تعليم، مش عارف ايه بتاع، يلا نزود من ده، نقلل من ده، نظبط من ده، علشان المقصله بتاعه البقاء ما تقطعش رقبي. صح، قبل كده اللي هو نفس برضه اللي هو انا عايش في العنايه المركزه نفس بالظبط بالظبط. الموضوع مش ان احنا بنبدل حاجه مكان حاجه، او ما تاخد جنب حبه، هو مش كده. لو خدت جنب حبه سكنت البقاء هتطولني. فهي قصه ان في هدف اسمه البقاء، التيميت اند، ده ما فيهوش يعني مش غير قابل للتجزئه او للتقسيم، او يعني غير قابل ان يبقى في حاجه معايا، لان اي حاجه تانية معايا يبقى فناء. وبنستخدم بقى الادوات، كل اللي انت بتقوله بقى SPI، اي حاجه انت بتقولها في الاخر التيميت اند بتاعها هو البقاء. ليه هو البقاء؟ مش علشان ده على هوانا ولا على مزاجنا ولا علشان كريم اختاره، لا، حتى لو كريم ما اختاروش، حتى لو كريم ما عملش فيديوهاته، في الاخر في سلوكيات هتؤدي لبقائك وسلوكيات مش هتؤدي لبقائك، whatever انت هتفكر ازاي، ده فاكت، ده في الاخر سلوك بيؤثر على الكائن الحي. واي سلوك انت واحنا قاعدين دلوقتي، السلوك اللي احنا بنعمله ده ممكن يكون اساسا من عك، وفي سلوك تاني افضل للبقاء، خلاص كلنا كده رايحين للفناء مع السلامه، والتاني اللي في اخر الكره الارضيه اللي اتبع السلوك التاني اللي يؤدي للبقاء هو اللي هيستمر. فانت في كل لحظه انت مطالب انك تخش الديبيت ده، انهي افضل سلوك، انهي سلوك الاوبتيمال، اوبتيمال في ضوء ايه؟ في ضوء البقاء. طب ليه؟ علشان لو انت ما شفتش ان هو الاوبتيمال، واحد تاني هياخد هذا السلوك الاوبتيمال، وات ايفر هو منتوي هذا السلوك للبقاء او غير منتويه، دي نقطه تانية خالص، بس المهم ان هو خد هذا السلوك واستمر وورث جيناته، وبعد ألفين سنة أحرص بني آدم اللي بيمارسوا هذه السلوكيات، هم اللي حكموا الدنيا، وهم اللي بيعاقبوا الأفراد الآخرين الذين لا يلتزموا بهذه السلوكيات. بس طيب تمام، السلام عليكم مصطفى. تمام مصطفى، وعليكم السلام. كريم تمام، بس عايز اسال بس سؤال في حته انه خلاص تلاقي مثلا كريم عبد المنعم مثلا بيحاول حد وكده يقول خلاص انا هعمل نظام معين تمام، بعيدا عن نفس موجود انا في او كده تمام، بس مش هختار مثلا الاسلام او مش هختار مثلا دي معاك قصدك كان ان هو مصطفى ازاي هتسرفايف النظام اللي انت جايبه الجديد. يعمل ما اصل هي من الاخر هو في يعني ايه زي ما في طفرات عشوائيه في الجينات وفي التكوين الفسيولوجي يعني الجسم الانسان، زي ما في طفرات برضو في الافكار. فهو انت يعني عشرات الاشخاص على مدار التاريخ فكروا في افكار، يعني والله لو انت العفريت اللي هتجيب الفكره اللي ما حدش فكر فيها قبل كده هاتها وظبطها، وزي ما في حد جه من 1500 سنه جاب الفكره وظبطها وعملها، والفكره دي يا سبحان الله يعني
قدرت تستمر ال 1500